صباح الخير ابراهيم. How are you حبيبي؟ صباح الخير شباب، كيف الحال؟ الاخ ابراهيم بن توفيق، الاخ حمد العريمي، والكنية بوكشة، الله يبارك فيه، ويمعة وبمبارك عايض البريكي، يلا غاية. انا اللي تاخرت عليهم على فكره. انا مكلمكم خالد بن حبان بن عبد الله الخالدي. جرى العرف انه يكون المكان اللي انت جالس فيه عازمينك يكون غداك وعشاك وريوقك كل ما يوبك عندهم، تستوي عزايم خاري كغديات وعشيات وريجات وفوايل للضيف اللي جاي. يغيرهم نحن ما بغينا نكلف على العرب، قلنا لهم يبون لو الشيء البسيط. هذا منو؟ انساب عايض. قل هني في انساب، هني في من هالبلاد هالصور. قل وحلفنا وتولفنا علي وطالع بالله عليكم. ها من عقب المحاليف والمتاليف، تعال عايض الحين شرح لنا هذا الشوك اللي هذا الافقاع نعرفه، هذا هاي كل مسميات انا ما اعرفها. هذا مقصقص، اسم الخبز هذا مقصقص. نعم. هذا من خبز هالصور؟ اي نعم من هالصور. شوف انت هذا مقصقص وهذا افقاع. اي نعم. وهذا؟ وهذا المسميات، حد يسميه مندازي. اي لا لا مندازي، مندازي يصقرون ابوي المندازي. وهذا؟ وهذا خبز الغال، الغال. هذا خبز الغال. اي نعم. هذا منقيل بعد. انزين. وهذا شو؟ بلاليط. اي نعم. حد يسميه بلاليط عندهم، حد يسميه سويوية. أي نعم. المسمى في عمان سويوية، عندها المصل شعرية ولوبيا. وهذا قروس. قروس. أي نعم. هذا اسمه قروس عندهم. نعم. ونحن نسمي وفي وعندها السعودية بعد يسمى قرصان أظني ولا قروس شيء من هالقبيل. عند في الإمارات حد يسميه القيمات وحد يسميه قروس، لكن الاسم المتعارف عليه القديم اسمه القيمات. كان يكون أرفع، نحن عندنا ما في زعفران، نحن بس مريس وطحين. وهذا بعد حشوة، حق شو الحشوة هذه؟ هذه بس يعني هذا شيء يسوي مع الخبز، مع دنقة الخبز. وهذا يسوى له شياط، يسوى له حمسة. شرح شفتوا جلية الكبود وتنكل ويا خبز رقاق. وهذا شو بعد؟ يا سلام ناهيك عاد عن الاشياء هذه. الخبز بانواعه وعسل ليمونتي. وهذا ابراهيم وزاهب. يلا نعم عن العسل ليمونتي، شيء سمر وشيء سدر، ومنك الدلال بانواع يعني فضل من الله سبحانه وتعالى. شو انا ابوه ما بتريان ابراهيم؟ صباحكم خير ونور وسرور. تونا طالعين من المزرعة، سارين الله يحفظكم مينا الصيد. مينا الصيد يسمونه، ما بمينا الصيد تجاري، مينا الصيد صور. أنا والأخ حمد بوكشة وعايض والأخ بوتوفيج، وبنتمشى بنعمنا الله خير. وبالنسبة لسيرتنا مصيرة، فنحن أبوي قدمنا اعتذار ونقدم اعتذار أن ما بروم نوصل مصيرة، لأن الجو ما يوالي، وهالمصيرة أغلبية المسايرين يقيضون، فالبلاد شبه تصفر، شبه تصفر العرب والناس اللي، ونحن ما نبي نكلف على العرب، فلذلك أبوي قلنا إن شاء الله بنيهم في الموسم وقت البراد إن شاء الله، والعذر والسموحة من الجماعة اللي يترون، وإن شاء الله إنه الجايات أكثر. ونحن من عقب عنوتنا للعرب اللي كانوا في مصيرة، نحن سايرين نبي نشوف التراث، ونبي نشوف غيهم، ونبي نشوف فنونهم، ونبي نشوف صيدهم، ونشوف الطبيعة والعلم والخبر. لكن المرة هذه إن شاء الله ييتنا حماية على ولمة، منسوب المياه مرتفع والجو ما يناسب والياياات أكثر إن شاء الله. نعم. ويمعة نحن شو برنامجنا الحين؟ رايحين من الصيد. نعم. وعقب صور، وعقب بنروح إلى مصنع السفن وين ياشرون الخشب. الخشب نعم. نزيل وخلاف بنطلع يمكن راس الحد. نعم ان شاء الله. كان اتصال الله يحفظكم تصحيح معلومه. حمد حارب الفلاحي دق لنا ابوي من ميالس هالجميره بدبي البارحه، ما يندرى بعوين كان، قال ابوي ابو محمد نحن لفظنا ولفظ
هل صور واحد بالنسبة للزولي؟ أنت قلت لهم اسم زالي، قلت أنا أبوي بدال ما أقول زولي قلت زالي، والعذر والسموحة يا حمد حارب. فقال حمد حارب الفلاحي ما شاء الله يدور علي أدنات الدون، فما وحالي يقول زالي إلا طرش لي التصحيح. يا رب البيت والحرام، هاي روحها مصيبة، ما حد يروم يقول لا إله إلا الله إلا عفدول معراض رشك. حشي أبوكم المراد المعلومة أبوي بدال الزالي ترى وين يعني الدبليو سي بالإنجليزي وبيت الراحة بالعربي واللهجة العامية الحمام، هذا في بالنسبة في الخشب، الخشب الكبار الأبوام والبارحية هاي شو اسمها هي؟ الغنجة البوم العود هذا. يينا يعني حيايين متأخرين، خشب هالإمارات وخشب هالصور، خشب أبوي كل مكان. أبوي عند هالرجال الفنان وطلع بعد من المتابعين، ما شاء الله ما شاء الله عليك. نورت الله. شي صيد عندكم؟ خير الحمد لله. وين راونا؟ والله لو جاي من بدري اول صباح. الحين شو عاده؟ الحين يدر. وين شي الحين بنشوف لو شي بسيط؟ يدر بي حد من عيال عمنا وبعد شويه ان شاء الله بالطيب. فالك ما يخيب، ما شاء الله ما شاء الله. هاي يوم اقول لك وساع الخنان حافظات البضايع يطرون هنهايل ابوي خشب صور، خشب صور وساع الخنان حافظات البضايع يشلن الدنيا وما حاش حوشه. ها ما شاء الله تبارك الرحمن، ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. ها شوف اللي اوها يا رايل، الله يحييك ويبجيك يطول بعمرك يحفظكم. شوفك عيد، شوفك عيد راس سمك، العيد شوفكم. لا خلينا منك لانج هذي هي يا عيل عمرك طويل. شامسي مسمين الشامسي؟ نعم روحوا الوشار القالب قالب الشامسي. يا سلام يا سلام يا سلام. الله هاي الفيبر ها؟ ها فيبر جلاس كلهم فيبر. اول حطب الحين خلاص خدمة وين هاي الفيبر؟ ان شاء الله الامارات عجمان. ما شاء الله ما شاء الله على ايمان، ما شاء الله على ايمان، ما شاء الله على ايمان. شوفوا ابوي شوفوا شوفوا تبارك الرحمن على خدمة ابوي ايمان. مغطي ابوي مطلع الشمس ها، وين ما تصير كلها خدمة هالعيمان ها، كلها خدمة الشامسي. ايه مصانع فيبر هناك عندهم ابوي، لنجات لور كل حطب وساي وحين. اللهم لك الحمد الدنيا طيبة. هذا الوراني بلا هاي الوراني يصور عندك دائما يشوفه. وين شايفين اخر مرة؟ وين المانيا؟ في المانيا هذا هو ابوي. يوم تقول له مستشفي ما عارفه من قديم مذكر لندن. لندن هو هو هذا 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 نعم. ويتعب دائما يتعب يوم يمشي عندك مسافات يتعب. هي هي ما يروم ما يروم عيده يوم يقول لك متعب اتعب اتعب. الله يعطيه العافيه ان شاء الله. الله يحفظكم ان شاء الله. نورت صور نورت صور الله يعطيكم العافيه. كل هاللنجات اللي تشوفونها كلها ابوي لنجات صيد، كلها لنجات صيد تبارك الرحمن، وكلها ابوي وشرت ابوي هالعيمان، كلها وشرت هالعيمان. ما شاء الله عليكم يا هالعيمان، انتم وشركم وشرتكم صاكه ابوي اخر الدنيا. حدود الهند، سيمبا ورانجا، صور باكستان، جوادر كينيا، منباسة، وشرت هالعيمان ابوي واصله اخر الدنيا، حيث ان وشرتهم عدله يعرفون يوم اشروا واشروا اكل وشار الزين. هي نعم شيره ما شاء الله عليهم تبارك الرحمن، هالبحر خلف عليهم. هالامارات كلها ما شاء الله الامارات تبارك الرحمن. وفي هذا اليوم اقول لكم في رابط يربط بين عمان والامارات بالاخص، بين عمان والامارات في رابط قوي في كل العادات والتقاليد. هذا المكان الله يحفظكم اللي انا فيه، مصنع جمعه بن حسون العريمي لوشارة الخشب. هذا المصنع كان وهذا ولد خالد. سلام عليك ورحمه الله وبركاته. كيف حالك؟ الله ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله الله يحفظك. كيف الحين انا وين وهذا شو؟ مصنع السفن ولايه صور، مصنع جمعه بن حسون العريمي. نعم. وهذا الحين شو هذا اللي مشهور؟ هذا سمبوق. هذا سمبوق وهذا سمبوق كل السياحه هذه سياحيات. وهذا جاهز الحين قم نركب فوق خالد. ها ما شاء الله ذاهب هذا مره. هذا خلاص
شاء الله. وشارة هذا كم كمل خدمته؟ تسع شهور خدمة ليل بنهار. لا ما تسع شهور والله ما بوايد. تسع شهور على العمل الجبار الكبير ما بوايد. اتوقعت بتقول لي سنتين لو ثلاث. والله زمان سنتين لان كان العجه مشي اول مياشير ما بحديث. الحين كل شيء حديث والحمد لله وكهرباء. اللهم لك الحمد. ريل وميشار ورنده وكله موجود. الحمد لله. ادور اللي يعرف الرنده الحين. انا عارف كان فقره المشاهدين والمتابعين ما يعرفون الرنده. حد والله يعرف. وهذا يوم يقول خراب والخراب هذا الخراب ابو اللي يطرون. ها هذا المحتاس. هذا يوم يطرون خراب وخراب هذا الخراب. خالد كم عمره بمصنعكم؟ ابن عن جد. ما له عمر. لا اله الا الله. ما شاء الله تبارك الرحمن. سامي مشكور وطال عمرك. عمرك طويل ان شاء الله. الله يحفظك يطول. سلم على فريجك وعلى اهلك. بالغ السلام يوصل ان شاء الله. الله يحفظك. شكرا طال عمرك. يلا ابوي ويمعه يعطيك العافيه. بارك الله. والحطبان هاي تشوفها كلها ساي وكلها ابوي من جنوب افريقيا. كلها ابوي هالقروف وهالحطب وهالجندل وهالفاسي كل ابوي من جنوب افريقيا. الحين الله يحفظكم نحن تفرطنا من منطقه اسمها العيجه. حمد هاي بعد هالعيجه قدامنا؟ لا شياع. هاي الحين شياع ونحن سايرين بالاتجاه جدا راس الحد. راس الحد ابوي تبعد عن صور كم تقريبا؟ 40 كيلو؟ مني والله ما بشويه. حوالي 40 كيلو. والدنيا كلها استراحات وفنادق وبيوت وفرجان وعرب ومقاهي ورمرة بيضة لو درها بعينك ما آنثت. والطريق طايح ومكان فنان. حر بلادنا ترى حر في اشتبرد ووقت الربيع ووقت الحر. وهاي بلادنا نحن ما نصبر عنها. الخليج هذا خليجنا هالنمونة واحد ترى قالوا لكم. ما رويتكم كلها دكاكين واستراحات ومواد تموينية وفرجان وبيوت ومسايد والحمد لله. ها وهاي أظني يأجرونهن جنهن للي بيستاجر. يعني ما في كلافة ما في. الله حد يحتاج أبوي حق هالشيء ولو شياته هذا موجود عندهم. ما أعرف شو اسمه هذا. أدوات الصيد تراثيات خياطة الخيام أدوات مستلزمات يعني. ها محل الإيجار اللي لا هذا غير. هذا يعني بما معناه اللي يبقى يخطف عليهم اظن يجرونهن. هاي اللي يبيعونهن البيع. حمد هاي اللي تشوف هاي يجرونهن كربانات كولر بكنديشنات وكل شيء. وهذا ابوي رقمهم. ها هالواد اللي يبي يسوي كابتشر عليه لحد يسالي خلاف ولا اعرف حتى اسم المكان. ها مكتوب رقمهم شوفوا هذا اسمه. تاجير الافتتاحات الاسترياحيه الشقه. ها شوفوا الشارع جايين ابوي قبل القار. حمد من كم سنه الحين استوى القار هذا؟ والله من زمان. كم يعني؟ يعني والله مده طويله. انا التسعينات. التسعينات عيل عن ابوي. انا ما جيت من قبل التسعينات جاي. لا مستحيل. لا انا جاي من 20 سنه اظني. الثمانينات. ها؟ اي. بيوت البحاره والدنيا. شوف عيشتهم فنانه تبارك الرحمن ما شاء الله. الحين وصلنا مفرق طرق على اليسار راس الحد وشاطئ راس الحد. 11 كيلو راس الجنز. 80 كيلو لشخرة. 274 كيلو جزيرة مصيرة. ونحن ابوي بنسير راس الحد هاك اول شيء. هذا المفرق مثل ما تقول قدامكم يسار راس الحد ويمين هاي البلادين كلها. اسمها نيابة راس الحد. نيابة ولاية. فيها المدارس وفيها مستوصفات وفيها روضة وفيها بيكون عيادة. مدينة ساحلية يعني أو قرية ساحلية. خوزي كد وصلنا الحين راس الحد. هذا فندق عمره أظني 40 سنة. كد ساكن فيه أنا قبل 30. كان وما زال نفس الشيء. كله الحين السيف عداله وحين صار السيف على بعيد. ما أدري هل أني تراوالي. وهذا ترى الدنيا أبوي كلها منتجعات. وهذا كاف بعد تشوفونها استراحة بعد من غير عرشان وما الأول وجميل. اتصل بي وبخبرك برأيي. قال لي أبو محمد نباك تقرب عندنا وتعذرته. كان تبون الصدق راعي المكان هذا تعذرته. وأشوف عمري ما وحيت عمري إلا وكذي وصلت روحي. لكن شيء زين.
ترجع مثل ما تشوفون هذا عرشان وسبل وخيام وشيء جميل يعني هاتش جايين بعد من قبل كان ما كان بهالتنظيم ما كانت لبوابة كان لشيء مدخل روحه من قيد وقصها مسوي حتى باركنات ودنياها على ما تشوفون خيام شيء دورين شيء جميل يعني هذا المكان اللي بيجي يجون الكشاته يجون بلقيكم نظرة على المكان هذا على ما تشوفون المكان على البحر عبارة عن فندق واستقبال وما ليش قال ها هذا تشوفونه هذا أبو لا دمي لا عارف يتكلم ولا شيء ما عرفنا هذا شو يقول في يقدر يشوف دفر هي أنا يقدر يجي يشوف يسوي صورة صورة هذا في مين عنده والله في هي يقول لك أونلاين اللي بيطالع أونلاين أولنا هي يقول أونلاين يقول يلا ها شوفها الحين غزل شيء يبوي لاقطين هيمة وحبيازم يكسرون عليه يكسرون عليه لين خلاص يطالعون الله الله ورزقهم شو كاتب لهم من رزقه بحارة طايحين غزل 40 قطعة 50 قطعة ما تعرف شو طايحين وهذه بوي راس الحد اللي يرمسون عنها ويقولون عنها هاي هي راس الحد هذه هي راس الحد وهذا بوي بحرها وهذا ساحلها وهاي بوي عشان الصيادين والسماميج والبحارة والحمد لله مكان جميل وهادي وفنان زين للكشتات وللصيد وللأناس واللي بيغير جو بعيد شوي لكن على فكرة ما شيء حر حر والله وقسم بالله العظيم اني ارمسكم وانا حواج بخاري انه ما شيء حر الجو معتدل حر ما شيء هذا انا هذا انا والله ولا لا عراق لا همك الله لا هم يحزنون ما شيء منه فنادق شيء لك 600 فندق ولك 600 استراحة ولك 600 شيء كل إنسان عاد حسب رغبته يوم بيجي ما حبيه يتشبع من المدار اللي نديره وهو متوثج بالفندق ولا بالاستراحة ولا بعرب إني يعرف شواطئهم أبوي غنية بالفعاليات على ما تشوفون وين ما تسيرون شيء مشروع وين ما تشوفوا تسيرون شيء ترتيب وشيء زين على ما تشوفون كله زين وكله فنان وكله غاوي شوف الله عليكم شوف رب العالمين حابي هالدولة وهالبلاد بهالمناظر الجميلة شوف هذا ما شعري يا سوى ابوي هالبناية وعطوه ابوي التصريح الفندق وعطوه الاستراحة وعطوه فيه طالع قابل هالمحيط وكبره هذا خليج عمان ولا شو حين هذا برايي شو هذا شو البحر هذا شو هذا خليج عمان هذا خليج عمان بعدي بتفكير ولا صكيت الواتساب ولا صكيت يا ابراهيم بسم الله عليك الرحمن ولا صكيته الواتساب انا كل العالم يسالون عن ابو ابراهيم ترى ما ابو ياكم لا نسمع لحس شوف العالم ما قالوا الحين هذا الكلام منك كيف طول نسولف نصوك سمعنا الحين قلت هالكلام هاي ملاقة منك كيف يعني كيف يعني الناس ما قالوا ما قالوا انا من الصبح وياك ابو الحين مالك حس انت تتهمني دائما حس مالك حس مالك عايض عايض وراس ما عنده خالي انت من الصبح قاعد تشوف شو اسمه الواتساب مالك هلا مطرشي لك اياه شو مطرش لي لواتم يا عايض 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 في ذمك سمعت لحس انت قاعد بذمتك ذمتك كان الرجال يسولف عدله شذوب استويت لا تاخذ على الغريب عاده ترى الغريب منتهى بلاده هاي اللي بربع انا ربيعك ما هاي ربعك الله اكبر هو قال كلمه الحق ليش تسال ربيع له وربيع وش اسمه ربيع ابراهيم وكذا ربعكم جان قرب لذان الله اكبر عليك قال من قال مرحبا ابو محمد مرحبا الله العظيم مشكله الحين سايرين وين سايرين نحن سايرين المزرعه سايرين الحين نحل المزرعه بنلبس فرنا بنبدل بنصلي وبنصير خلاف بنصير نتغدى حمد العريمي وين غدانا اليوم نحن غدانا والله بيت الشيخ محمد بن ناصر الحشار عند جهاد ان شاء الله
يوم نتغدى ابوي الجماعة عازمين على الغدا، والله يا ابوكم حلفنا مليون يمي، شو بتسوي؟ عيزنا عيزنا بطوننا دودت من من اللحم، متوله في خاويه سمك، يوم نسير ولا محاطين يمي السمكان ولا واللحمان، اللحوم وسمكات، لك ايش بتسوي؟ ما تروح تقول الحصل لازم لازم تاكل من كرامك، لازم تاكل من الشيء اللي مسويه حقك. وان طعمت الحيمه يا ابوك ما بدك تاكل سمك، ايش بتسوي؟ والحين وصلنا الله يبارك فيكم بيت حياه المرحوم محمد الشيخ محمد بن ناصر الحشار، هذا بيته وحين احنا قدامنا ان شاء الله. نحن الله يحفظكم اليوم في بيت هذا الرجال، بيت شايبي، اي بيت حياه يده. نعم. يدك ها. نعم. اي الله يحفظك محمد بن ناصر. يلا هذا قافل ان شاء الله. امين. زين وحين اقول لك هلا واد منو هذاك الرجال؟ هذاك عبد الرحمن الشماخي، وهذا عبد الله الحربي، هذا خالد علي المخيني، وهذا ابو كشه، وهذا ابراهيم توفيق، وهذا هذا ابو مبارك عايض، وهذا الشيخ ناصر الغيلاني. ونعم. هذا الشيخ ناصر اللي نحن بزرعته اللي اكرمنا وحشمنا وحاطنا وزاحيبنا يا ابوكم قدهينا، لكن تبين الكرامه والحشيمه والمعنى والمتخنفوح مصبحين الريجات وهبات الريح، الريجات جايات من مكان والمدخن من مكان ولا الريح في مكان، شوف اقولكم شوف اقول شيء يعرف شيء ما يعرف. وهذا ميلس ابو الجماعه بسلاحهم وتفجانهم حتى خشبهم في ميلس سمه. يلا اقولكم اليوم الله يحفظكم بجدولنا من عقب الساعه 5 العصر، من عقب الساعه 5 العصر وين بنسير؟ بنسيرون الكامل. نعم. الوافي. نعم. جعلان ابو حسن. نعم. جعلان ابو علي. نعم. البنادر اصيله الاشخره ما شاء الله، واخر شيء في الدفه. هناك عشاكم بيكون في الدفه عشان في... لا من اول بادي بصوت عالي. هي ما علي بس قلت علي. لا اول بادي سيرت من اول بادي بطلع منصور نزيد للكامل نزيد والوافي نعم وجعلان ابو حسن نعم وعلي هي البنادر اصيله وش اسمه الاشخره اها وقتوا جايين على الدفه وراس الحد عشاكم في الدفه عشانه في الدفه والجلسه في الدفه عند منو عشانه؟ عند ابو غانم عبد الله السعدي عبد الله السعدي عشانه هناك ان شاء الله. والطرب اليوم في وين؟ في الدفه القي في الدفه. نعم. زين عليكم السلام حبيبتي. اقول لكم هذا خشبك ما شاء الله حجمها كبير، هنا في السابة النهاية فتح الخير، هنا في السابة فتح الخير. وحين عمر بالغداء هذا القدر حطه وهي اسمه غير. يلا جماعة ضروري نبقى نعرف هذا الشو هذا هذا إيه؟ خبز مرضف. هذا المرضف اللي يقولون عنه مرضف. أيوة زي. وهذا قبولي وهذا المالح مالح ها؟ مالح. أيوة هذاك مشواي مقلق ومالح وفوقه قبولي وأبيض وهناك قشيد وهناك برقة سمك. نسميه بغيل أه؟ نسميه بغيل بغيل أيوة زي. وهذا شو؟ هذا صيد مجلاي بعد نسرف. هذا كي طريقة هرصور كلها كي يلك تسلم. الحين هذا مقال عرفنا نعرفه. نعم. زين هذا شو؟ هذا برني. اسمه برني، شو يفرق بين السكر الخفيف اللي فيهم السكر اكثر يحبوا برني. هي على طول الرايب الرطبه وصل برني. وصل. نعم. هذا البرني هذا بس في صور يوجد؟ لا موجود في عمان كامل. نعم. لكن سكره خفيف يقول لك بنقطع منه. شكرا. المتعارف عن الخبيصه انها مخبوصه وتي متفلفله فقط في كل مكان في الدنيا، في صور تختلف الخبيصه، في صور لازم الخبيصه على ما تشوفون تغدي هالنمونه لازم متماسكه الخبيصه، يعني تحيدون اللي كنت اتكلم عنها يوم اقول لكم الخبيصه المستعصده هذه هم عندهم الخبيصه الرسميه. كل بيت عندهم له طريقه ويتفاخروا به الخبيث عندهم مثل التحدي من بيت الى اخر من بيت الى اخر يستوي التحدي بينهم. وهاي الحين على ما تشوفون هاي البق وهذا شو مناقي ما عاد يسموه هذا شو ما الكراميلا بيك ولا ما يندرى الكراميلا لكن هاي هذا هاي نفس البق هاي البق لكن هاي البق بزعتر
زعتر وزعفران وملح حلو شكر؟ لا سكر. سكر هو المتعارف عليه انه تعارف ان الالبه اللي هي اللبوه يعني نحط زعفران وقناد وشكر او زعتر وملح. هل الجماعة اللي عندهم حاطين الزعتر والزعفران وزعتر وشكر؟ فكل بلاد لها طريقتها. يلا الحين هاي الخبيثة رقم ثلاثة. أول شيء بيت حمد العريني، وأمس بيت ناصر القيلاني الشيخ ناصر القيلاني اللي أمس نحن عندهم بمزرعتهم، واليوم خبيصة الجماعة خبيصة بيت قوم جهاد. خبيصة بيت قوم جهاد أبوي خلت خبيصة العريمي وخبيصة أبوي حمد بوكشة، عقدتن أبوي مسير ثلاثة أيام ففازت بالخليل خبيصة الجماعة اللي نحن عندهم اليوم. خبيصة قوم جهاد أبوي ريحة دهنتهم تضرب في خمرة الرأس، ذوابت هالصور يحطون سنوت فقط لا غير، ودهنتهم منضاية وناضي وريحته خلينة ما شجراته، ودهنتهم ما بيها غريضة مصللة فلذلك صاطي أبوي ريحته في الخبيصة وغادي غير نمونة. هذا وقت حين المغادرة، هالجماعة ياسين هاي يتوتقون قبل ما يشتلون. شو تاكل ابراهيم؟ زكلت انا ما قلت لا انا ما يعني ما كلت الحين كلت والله ما تعذر. لا قلت كلت والجماعة ياسين توثقون للدرب. انزين عايض نحن حوين بتصير اي مكان. اشكر كامل يا عيام ابو علي يا عيام ابو حسن اخيرا اشكر وطريق زين. هذا شو اسمك ابراهيم؟ وين بنصير نحن؟ مشخره كم هالمجلس القديم مرة المزرعه ونش عقب ابوي ما سد وسوى هذا صرح قدام هالبرنده العود وقدام هالدنيا كلها يقولون لي عاد رباعته. قول لي يا ابو محمد يسير ما يطيع يظهر هيدا الا في المزرعه وفي صور يقوله وانه انه انظهر راعي المزرعة هذا الشيخ ناصر القيلاني ها ما يطيع يظهر من مزرعته. يقوله وانه انظهر من المزرعة بيموت، شرات سمك انظهرت من البحر بتموت. قلت ابوي لا والله من يلومه اللي عنده هالنمونة وهالمزرعة اللي تغني يا ليل. لا والله غلط اني يظهر ابوك منها ولا يشته الباب شبر. لو انا والله ما اظهر من هالمزرعة دبت حياة. احنا يعني ما نركب السيارة بطل السيارة حرق بعد. ها وين تبوني ود المزرعه؟ ها شو الرطبان؟ ها شو برايك بالرطبان؟ خنيزي خنيزي والخلاص وتشيبال ما ادري جش عبش ما ادري شو مال زعاب شو امور وايد. وين والهمبه بانواعه والسفريه بانواعه والشخاخ والتين والعنب والزيتون كل شيء كل ما تشتهي النفس. الله يزيد من فضله ان شاء الله. وين بنسير الحين غانم؟ الى منطقه كامل وافي وبعدين الى قعلان بني ابو حسن وبعدين قعلان بني ابو علي وبعدين نروح صوب الاشخره. نعم وعلى البحر نتمشى. بارك الله فيك تبارك الرحمن بلاد كبرى. وصلنا بارك الله فيكم ولايه قعلان بني ابو حسن ترحب بكم. هذه ولايه قعلان يقولوا لي قعلان قعلان بني ابو حسن خطفنا عليها وحين هاي جعلان بني ابو علي. الحين اللي عالين بهنتين خلصنا. الحين قدامنا شو؟ ولايه الاشخره. ما بولايه نيابه الاشخره. تابع لوين؟ لجعلان بني ابو علي. تابع لجعلان بني علي. هي باجي لنا كم عايض؟ نعم كم باجي؟ ما باجي يمكن 50 كيلو. 50 كيلو بنوصل ان شاء الله. الله يحفظكم. الحين نحن وصلنا نيابة الأشخرة. هاي حين نص البلاد نص المدينة. نحن الحين هذا الطريق لازم إذا بتسير جد البحر الموت الحمر نقاز الحر فبقيك في هالوقت. وهالبلاد اللي أنا رمسكم فيها درجة الحرارة بين 27 و30 ويستاهل العنوة.
ما كذب اللي قال الأشخرة تستاهل عنوة خير. إبراهيم شفت الأشخرة؟ أنا عندي ربيع اسمه سالم الأشخري بعد؟ إيه مقوى عزيزة تيربونة تشوفية؟ هي عادي؟ نعم ما بتقول فيني بعدين؟ لا 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 مرحبا بك. طرونها والعرب تصيح من استوت الدنيا لين يومكم هذا الأشخرة والأشخرة الأشخرة والأشخرة واليوم ييناها الأشخرة بوي وين الدنيا موجفة هناك الأشخرة بلاد بحرها دوما يتلاطم وبلاد عليها رضوان من الله وبيوت الشعبيات الفلل كلها على البحر والجو يسوى نوم العين الجو حدث ولا حرج يسوى نوم العين براد براد درجة الحرارة بين 25 و27 وإن زادت زادت 30 وحين بغيربان 23 وتنازل يا سلام سلم يا سلام سلم بلاد 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 هو هو نسيمها يبوكم يبري العليل يبري العليل ليه على ينبه بلاد ما استوت شرات بلاد الدنيا العودة يا غير بحر الشوق للطامي البحر للطامي للطامي عياي عياي بحرهم لكن براد البلاد فنانة جو الأشخرة شبيه بجو صلالة لكن صلالة فيها رداد الجو في الأشخرة لطيف بطريقة ما تتخيلونها فعلى أساس أغلب العالم في دول مجلس التعاون تأخذ بيوت في الأشخرة وبيوت تم أراضيها رخيصة وعقارهم فنان زنان زين والبحر على ما تشوفون مرة على مد ما أدري كم 300 كيلو 400 كيلو كل على هالنمونة بحر وصيد وعرب طيبة وناس أياويد وكرب وطيب و و و و وأمان وأمن وأمان بشو تبون أكثر عن شي نعمة يا الله يا رب تحفظ دارهم وتحفظ دار كل مسلم أقولكم مفروض تظهر درجة الحرارة ما طاعت تطلع عندي درجة الحرارة كل قبضة 32 من أول ما قبضنا لي عالين لكن هني لشرف 27 25 درجة الحرارة الحين سويت التليفون ريستارت بيرب وبرد عليكم علي كيف حالك؟ حياك الله يسلمك مرحبا بعلي مرحبا 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 بعلي مرحبا بك يا علي نحن في وين؟ شو اسم المكان هلين؟ منطقة السويح في وين؟ تابع لوين؟ جعلان بني ابو علي جعلان نحب البقعة اللي تورينا منها شو اسمها نحن؟ الأشخرة الأشخرة نعم بعيدة عنكم الأشخرة تقريبا 40 كيلو بس 40 نحن نحن مشينا 40 كيلو وجينا مكاتك هذه ايوه وضيفتنا بهاك الكرك تستاهلوا أكثر جزاك الله خير الله يطول بعمرك عمرك طويل علي اسمك؟ علي نعم علي والله والنعم بعلي الله يسلمك زين علي الحين العرب اللي في البلاد هذه هالبراد اللي نحن ناسه حينه هذا لين متى؟ والله هذا مستمر على الشتاء والصيف قيض وشتاء قيض وشتاء كل هالبراد كل هالبراد والناس حب العكس الناس الحين رايحه الصيف وين؟ الحر الحين هل البلاد هاي وين يصيرون؟ في جعلان الحين يصيرون يعلان ايوه البلاد منو يتبع هي الحين؟ في جعلان بني والي يصيرون بالاعلان ايه. شو السبب؟ يودرون يودرون هالبراد ويروحوا للحر على اساس انه مثل ما تقول حق القيض حق القيض حق الهنبه واللومي واللومي ورطه يصيرون حق الشو؟ حق الهنبه والرطب ورطب وانت بلاك ما سرت انا ما سرت والله قابض قابضني المحل شو عندكم الحين في هالمحل انتم فيها كل شيء اللي يتمنى خاطرك موجود يا سلام موجود كرك يا سلام موجود ايش العصر الصباح ريو قول عصر ريوك شو تسوي ريوك بيض بيض طماط وعدس وفول ما شاء الله عليك كل اكلات ها كل انت اللي تسوي له حد غيره بالله بروح يسوي ما شاء الله معرس انت علي معرس نعم شو عندك من العيال ما عندي حد لين الحين نعم. شو التريا طيب خير ان شاء الله ان شاء الله الله يحفظك يا عيني امين الله يرحمك الله يسلمك خالد يروح مصير ولا شيء يروح يروح سناو هلا 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 سلام عليكم ما شاء الله مشكور مشكور اعطيه 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 عروس شكرا شكرا السلام عليكم لا تشوف شعل ابيضان قلبي خضر انتم كبر خضر شارك الله يحفظك كيف انت الله يسلمك ويبارك فيك طيب كيف حالك حياكم الله كيف صحه هلا هلا هلا
السلام عليكم. شحالك الله يسلمك. كيف انت؟ شحالك الله يحفظك. نحن الله يحفظكم. وصل المنطقة يقال عنها اسمها منطقة الدفة. هاي منطقة ساحلية على البحر ونحن في ضيافة أبوها الرجال الفنان. الله بالخير. مرحبا أبو قاسم. سلامة. شرفنا. سامحنا عنيناك وتعبناك على. لا والله على حلة. عن شوف مناطقنا. يا الله يا نعم انبسط. الحين اللي وادي بيقولون يعرفون أنا في ضيافة مو. عبد الله السعدي أبو غانم. والله مليون مرحبا أبو غانم. حبيبي والله. الله شرفنا. أنت وربك الله خير. الله حي. أبو غانم. حبيبي. 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 نحن وين الحين؟ شو اسم هالمنطقة؟ إحنا في منطقة الدفة. منطقة الدفة هذه تابعة لولاية جعلان بني أبو علي. هي. تبعد عن مركز الرواية 60 كيلو. نعم. هذا شريط ساحلي يبدأ من الدفة إلى نهاية الأشخرة. شو جوها؟ جوها دائما هذا في الصيف يعني عندنا خريف. نعم. زي خريف صلالة. كم درجة الحرارة؟ تتراوح من 24 25 26 27 28 ما تزيد. سبحان الله. نعم. الله يبارك فيك. آمين إن شاء الله. يعني أحيانا حتى في الخريف. نعم. في صلالة. نعم. أنا أتصل على شباب ربعي في صلالة أقول لهم كم درجة الحرارة؟ يقول احنا 29، احنا عندنا 29. ايوه. دائما احنا اقل منهم. الخريف صار يجي عندنا هني. ما شاء الله ما شاء الله. الحين هاي الفعاليه اللي بنشوفها. ايوه. هاي شو معناها؟ هذه عرسي نسميها عرسيه. هي العرسيه. ايوه عرسيه. تعتبر من عيش اللي هو رز ولحم. ايوه. وما يملح ما في غيره. ايوه. وحين تضرب هاي هذا هاي كرامه الضيف عندكم تلازم العرسي. لازم. هل جعلان؟ هل جعلان؟ هل جعلان تخصص عرسي. ما شاء الله. يعني مثل المغاربه يسوي كسكسي كل جمعه. اي نعم. هل جعلان عرسي. تبارك الرحمن. لما تربط يا كيسوها لما تربط كذا يعني كذا رابطه خلاص. هي إيه. إيه متقاوده خلاص. ايوه انتم تسمونها تربط نحن نسميها بنقول متقاوده. هاي تقول بعضها بعض. اي نعم تقول بعضها بعض. تخصص جعلان. هي ما يبالي كلام. هذا ولدك؟ هذا مبارك. بارك الله يستحي ترى ما مدربون بعد. بارك الله رازق ما في ما شاء الله عليك يا مبارك. ما شاء الله ما شاء الله. نعطيك دور تاخذ دور. لا لا بس علي انا ما عليك. لا بس بس متابعه. ما شاء الله. عادات وتقاليد عندهم لازم الضيف يعكس. الضيف ونحن هم يقولون يعكس ونحن نقول يضرب. لا يضرب العرب احنا ناخذ يعكس زين وتكسر راس بعدين بعد. ايوه والله اول مره تمسك المعكاس. ها يعني كانت تعرف من اول عجيب والله اكيد اعرف الراس بس الهريس. يا سلام استحق حريا. لا ما خصني انا في زين بعبيد. تسلم. خلاص ناجح. تعرف عندنا ناس يقولوا تعال اكسو. هذا ناصر وصل توه زين. وهذا عايد والجماعة كلهم قوي الحين حطوا مايوبهم. مايوبهم عبارة عن مايوبهم عرسي ومضبي. هنا وهذه جامعة الوادة ما شاء الله عليهم. وهذا حمد العريمي بعد أبو واصل تبارك الرحمن. هذا المضبي هاي خدمتهم روحهم. المضبي هذا المضبي وهذا الرأس الكرامة ضروري. هذاك العرسي لازم حذر مردود منطوق الهل إعلان العرسي يوم يشوفونه ضابط رقم واحد قالوا والله عرسية الجماعة رزنة. رزنة يعني تتمايطها يوم كان هاي يقول تنشبها واجب. هاي عرسيتهم. شفت اللبانة هاي يوم يقولوك عرسيتهم اللبانة. هاي اللبانة وهاي ربها الوصوف عندهم عرسيتهم. ايوا بلا الفلفت المثال وذنيت مدحي في الرجال يتصادموا وقت النزال بمخلفات صار مات والملك لله يدوم.
فوق الخيول الصابنات والملك لله يدوم. ايوه ابو التات عازول اليداد يوم صادم والجهاد بعدنا بيع الكساد من شاف حور غانيات والعز لله. الزمان مطلوب هم ساكن الينان ونهول شاذ باردات والعز بالله يدوم. قال سعد تسلم ما قصرت. يقول ساعة وصلنا الدير بن مد بالسلام يلا تلفت هالسلام التنمم سلام الله على الجماعة والمقام أهل الشهامة واللحاية الغانم. يقول حياة الشايب صلوا على نبيكم بصلاة تمام واللادمي لازم صلاته تلزمه هليتكم هلالا في وسط الغمام في وقت براق ورعود تنهم. قال عوض أما النبا واجب علينا والتزام معنا عوادي للنبا متولمة ويا شايبي نخضع لك ونزيد احترام تحكي لنا عربي وكلامك نفهمه. هني شايب خلف. قال الشايب بخلف أمثال بقوافي من قلبه بواد صافي واسمعوا يا الحاضريني الشيوبة والشباب واتشحاري الاختلافي بين الكاملي والوافي سقمي طايل من سنيني ودمعي هملول السحاب اختلف شعر وضن المسبولات. قلت له يلي تكرمين الله في ديرة ما تعرف اليافي بالكنادي والميني في الملاقة والصعاب روحي صاحبي ما يخال دور صغير يافي ما دور صغير يافي يبكي بلا سبب وينافي بالبنادق والحنيني راحت في زمن الحساب يا فوادي لك عوافي ومن ربي أري العوافي يعلك دايم يا غنيني دمت يا عالي المساب دا ترها في قطعا كل صميل زافي شايبي خلك فطيني يلي يندير يصطاب بقرا لك حروف الكافي عن عوق انت حسه خافي خذلك في المدابة عيني ومشي في المدى خباب. قال الشايب قولنا ثقيل وخافي من ونحمل هنا السافي سيارة صنعها الصيني وطاحت في يد الارهاب راح ذاك الشخص ويذب ذلك سيارة صنعها الصيني وطاحت في يد الارهاب لكن ربيتك ربا بالطافي ييت بربعك الاشرافي ما يسخابك نور عيني ما ظني لحظك عدال شو اللي قاله الرجال رزحه هي رزحه والعازي وبعده يبارك ميدان نزيش عليه حد مبارك ميدان هذه رمسه ميدان صاير في اعلام ابو حسن سايرين والشباب حصلوا بوش والبوش احنا بوش وضح احنا مش البوش بوش بوش كلني عارف اوكي انا ابو يرمم يا بنتاه بوش احصن يرمم يا بنتاه بوش احصن وكل هالمشاكل علي حلهم ما بعرف بنات عربيات ولدكم ركض شوط من سابق لكن ما مهجن البوش عربيات يا لهن تواريخ من سابق يا حظ يلي نال بوش حصن بوش سبوق وعليه حلهن. قال يقول له عاد من يا هرد قال له بنبحش حل الناس خبف وادي وشوف الولد هن ومعاهن حارس وانا بعيد فحصن بوش ثوبك جديد وسعد حظك كانك نتجنيت فحصن بوش وحليلتك واسعة حظك فن يخبف وادي يوم يوقف ان يوقف معاها تم تدي الرمسة؟ ايه حسن مشايخ ايه حسن مشايخ قال يقول في التكملة يقول الرد نهابات شايب يبعبات نهابات وترك بناته ودهم عنهم هناك يقول ما جنعان يبن اللي شبعان ما جنعان وبانركض بسيف جنعان شايب يبعبات نهابات ودهم بناته وترك بناته ودهم عنهن يا ابويا ترى البوش نهابات احسن خيول الدهم عنهن انت بعدك من البوش ما جنعانني من شيف البوش جنعاني والرد الاخير ما يطلع Yeah.
ختم ذهب غالي وعاد بصوغ لك بصوغ لك ختم ذهب غالي وعاد ختم ذهب غالي وعاد لك علاك وزمي وزم علاك ابو غانم اكرمك الله طال عمرك ومشكور جزاك الله كل خير الله يرحم والديك جزاك الله خير على هالمعجوب وان شاء الله ان الله يجمع ما بيننا يا الله يا الله يا الله ما يبالك كلام جو لا صار قبله ولا صار بعده مشكورين لا خليتكم شكرا طال عماركم مشكورين